يطوف عليه بالعشي الصافنات وثياد. فقال إني أحببت أفضل الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالإجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تدري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسباب. هذا أعطاؤنا فمن وقتك بغير إساب. وإن له عندنا لزلف وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك.